اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الجدعان. حضراتكم اسمحوا لي في بدايه حلقتنا النهارده اتكلم في قضيه شائكه جدا، وهي قضيه تسجيل الاراضي التي تم تغيير نشاطها من النشاط الزراعي الى النشاط العمراني. خلي بال حضراتكم، بسبب هذه القضيه الدوله بيضيع عليها يوميا مليارات الجنيهات. ايضا هناك الالاف من المواطنين حقوقهم بتضيع حرفيا. المشرع المصري اناض بالسيد الرئيس استصدار القرارات الجمهوريه بالاراضي التي يمكن استغلالها للنشاط العمراني. وجهه الولايه هي هيئه المجتمعات العمرانيه بوزاره الإسكان، ده طبعا بعد عرض الوزير المختص لهذه الأراضي وموافقة مجلس الوزراء. وحذر المشرع المصري تغيير نشاط هذه الأراضي لأي سبب من الأسباب، يعني الأراضي المخصصة للنشاط الزراعي تستمر نشاط زراعي، والأراضي المخصصة للتوسع العمراني تستمر كتوسعات عمرانية، يعني لإقامة المجتمعات الجديدة. ولكن أجاز المشرع للسيد رئيس الجمهورية استصدار قرارات جمهورية بنقل الولاية من جهة لجهة وتغيير النشاط، يعني ممكن تغيير النشاط الزراعي إلى نشاط عمراني بتغيير جهة الولاية، ولكن بقرار جمهوري وبموافقة رئيس الوزراء وبعرض من الوزير المختص صاحب الولاية اللي بينقل الأرض لجهة ولاية أخرى. يعني الوزير موافق على نقل الولاية من أرضه كنشاط زراعي إلى نشاط عمراني، أو العكس، من نشاط عمراني إلى نشاط زراعي. اللي أنا عايز أتكلم عليه هو نقل الولاية من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إلى هيئة المجتمعات العمرانية. أنا صاحب أرض ولم أنتهي من تسجيل هذه الأرض، وبالتالي أنا لا أمتلك الأرض اللي أنا شغال عليها بقالي 20 و30 سنة، ولكن لم يصدر قرار بملكية هذه الأرض من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. أنا ملتزم وبسدد أقساطي بالكامل للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ولكن صدر قرار جمهوري بنقل تبعية المنطقة اللي أرضي فيها لجهة ولاية أخرى هي هيئة المجتمعات العمرانية. المهم إن أنا كصاحب أرض بروح إلى الجهة اللي تعاقدت معها وهي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستكمال سداد أقساط الأرض. أفاجأ بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بترفض استلام أقساط الأرض، وبتقول لي إحنا النهاردة مش جهة ولاية، جهة الولاية هي هيئة المجتمعات العمرانية، لو سمحت توجه ليها وكمل أقساط أرضك معها. طبعاً ده قرار جمهوري ولا يمكن مخالفته، فبتوجه على الفور كصاحب أرض إلى هيئة المجتمعات العمرانية، لو سمحت يا جماعة أنا قسط الأرض بتاعي 100 جنيه، بسلم القسط. طبعاً هيئة المجتمعات العمرانية ترفض رفضاً قاطعاً استلام القسط، وبتقول إحنا مش جهة أو طرف في هذا التعاقد ما بين حضرتك وما بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وبالتالي خسرت الدولة إقساط الأراضي اللي هي أصلاً مملوكة للدولة، وأنا كمواطن خسرت حقوقي في تملك هذه الأرض. خليني أقول حاجة بوضوح شديد جداً، أنا ناقشت هذه القضية مع السيد المستشار عيد البيومي، وهو أحد فقهاء القانون وأحد الخبراء المميزين بصفته كمستشار قانوني للسيد وزير الزراعة. قلت له ما هو الحل في هذه القضية؟ كان الحديث واضح ومحدد. أنا عايز أنقل لحضراتكم نص الحديث اللي قاله السيد المستشار عيد البيومي. هو قال ملكية العقارات لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة لغيرهم إلا بإتمام التسجيل، فلا يعد ذوي الشأن ملاك للعقار إلا بالتسجيل. ولكن أوضح شيء شديد الأهمية، وهو أن العقد ما بين البائع والمشتري، المشتري هو حضرتك كصاحب للأرض، والبائع هي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. العقد ده معترف به سواء في الفقه أو القضاء، لأن هذا العقد تم بالتراضي ما بين الأطراف، وبالتالي يحق
لكل مشتري لهذه الأرض، استكمال سداد أقساطه والحصول على هذه الأرض. يعني المستشار عيد البيومي بيؤكد على أهمية التسجيل لهذه الأراضي، ولكن أوضح شيء مهم جدا، أن هناك استقرار في كل الفقه والقضاء والإفتاء على أن عقد بيع العقار غير المسجل لا يزال بيعاً منتجاً لجميع آثار البيع عدا نقل الملكية، لأنه عقد تراضى به الطرفين البائع والمشتري، ويكون البائع ملتزم بنقل الملكية للمشتري، والذي يلتزم بدوره بسداد الثمن والمصروفات وتسليم المبيع. يعني جميع الحقوق تنتقل إلى الشاري لهذا العقار أو الأرض ما عدا الملكية. يعني باختصار، كل الإجراءات التي تتبعها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وأيضاً هيئة المجتمعات العمرانية إزاء تسجيل هذه الأراضي هي مخالفة تماماً للقانون والدستور. من حقي طالما تم نقل ولاية الأرض بتاعتي من جهة لجهة إن الجهة التانية تكون جاهزة بقوانين لتملك هذه الأرض. أنا راجل ملتزم وبسدد حقوق الدولة، مش ذنبي إن صدر قرار جمهوري حاسم للجميع بنقل الولاية من جهة لأخرى. طيب إيه الحلول التي يجب أن نتبعها على الفور للحصول على مستحقات الدولة؟ مفيش حد بيسدد الأقساط في كل الأراضي اللي تم تغيير نشاطها من الزراعي إلى العمراني، وأيضاً لازم الناس تاخد حقها وتتملك أراضيها. الحل الوحيد هو لجنة أو هيئة تجمع ما بين هيئة المجتمعات العمرانية صاحبة الولاية الجديدة، وأيضاً هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية صاحبة الولاية القديمة على هذه الأراضي واللي تعاقدت مع المستغلين لهذه الأراضي، وأيضاً مصلحة الشهر العقاري. حضراتكم تقعدوا مع بعض وتلاقوا لنا حلول، هاتوا لنا دستور للتعامل على هذه الأراضي، واللي تقولوا عليه احنا موافقين كأصحاب الأراضي، احنا عايزين نسدد حقوق الدولة، ولكن أن تضيع حقوق الدولة ويضيع حقوقنا فهو أمر غير مقبول على الإطلاق. مشكلة تسجيل الأراضي اللي تم تغيير ولايتها من أراضي هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية إلى أراضي هيئة المجتمعات العمرانية تبحث عن حل، والحل الوحيد هو جلوس جميع الأطراف لإيجاد دستور لتملك هذه الأراضي وتسجيلها. ده شيء مهم جدا، احنا دولة قانون، دولة دستور، دولة تعي كيف يمكن حفظ حقوق الأفراد. خليكم معانا عشان نشوف فقراتنا ايه النهاردة في برنامج الجدعان.